ومعي مباشرة عبر الأقمار الصناعية من ميدان الشهداء الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي دكتور فتحي الفضلي. دكتور فتحي، ضعني في أجواء الميدان وأجواء مظاهرة جمعة دعم المحاور حتى النصر. حقيقة السلام عليكم ورحمة الله. الأجواء رائعة جدا جدا، دعم معنوي رائع لأبطال المحاور، بارك الله فيهم، اللي بعد الله سبحانه وتعالى لولاهم لما استطعنا أصلا أن أقف أنا هنا في قلب ميدان الشهداء في طرابلس أتحدث الآن أمامكم، ولا يستطيع كل هذا الجمع الكريم أن يكون موجود مرة أخرى لولا الله سبحانه وتعالى وأولئك الأبطال في المحاور. لو يذكر المشاهد الكريم في أحد لقاءات المعتوه خليفة سؤل من قبل الناس ماذا ستفعل بالناس المعارضين أو اللي ضدك، قال لهم ثلاث أشياء: يا أما في المقابر، يا أما في المنافي، يا أما في السجون. ولذلك أحمد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الشباب يدافعون عن الأرض وعن العرض، وهذا الحد الأدنى. هذا الدعم الذي نقدمه اليوم في ميدان الشهداء لهؤلاء الأبطال هو الحد الأدنى المعنوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، هم أيقونة الوطن، هم أيقونة الوطن. لو نظرنا إلى الطرف الثاني، نظرنا إلى الطرف الخصم الآخر، لوجدنا الدعم لا أول له ولا آخر، لكنهم مهزومين، لا أول له من روسيا، فرنسا، مصر، إمارات، سعودية، جنجويد، سودان، كتائب الدم، أسحنتي، أسود على روسهم. من أين مذهبنا نجد الدعم للطرف الثاني؟ ولكنهم مهزومين بفضل الله، لأننا أصحاب قضية، نحن أصحاب قضية، أصحاب وطن، نحن لسنا معتدون، ومن هذا المكان، من هذا الميدان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قوات بركان الغضب، أن ينصر ثوارنا، ثوار طرابلس، ثوار الجنتان، ثوار مصراتة، وقوات البركان، وكل من يدافع على طرابلس، لأن طرابلس ليست العاصمة، بل طرابلس هي الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك. شكرا للكاتب السياسي والأستاذ الجامعي دكتور فتحي الفاضلي، كنت معي عبر الهاتف.